بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى كيف نزل قوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ هذه الآية من سورة البقرة يتكلم فيها الله تبارك وتعالى عن الصدقة من الطيبات. المؤمن كي يجي يتصدق مش حاجة يتخلص منها، شو الحاجة ماشي مليحة يتهنى منها، لا، الصدقة راهو يخبيها عند ربي سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ معناتها سلفتها لربي سبحانه، وربي غني ما يسحق والو، لكن في حقيقة الأمر انت راك خبيتها لروحك مش تسيبها عند ربي سبحانه. كان بعض الصحابة يتصدق بالسكر، فقيل له فقال: إني أحب السكر. يعني فهو يريد أن يجده عند الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يأتون بعراجين التمر يعلقونها في المسجد النبوي، فجاء رجل من الأنصار بقنو حشف، بمعنى التمر رديء، عرجون تاع التمر رديء، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما انت علاش تروحوا لحاجة خبيثة تقصدوها باش تتصدقوا بها؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تروح انتهي إلى الخبيث وتنفق منه؟ هذاك اللي أنفقته لو كان أنت كنت في مكان هذاك الإنسان وأعطاه لك ما تاخدوش غير إذا غمضت عينيك. شفت واحد أكرمكم الله لما يعاف حاجة ولازم يرفدها، كيفاش يدير؟ شغل يغمض عينيه وراح يرفدها هكذا فوق قلبه يتقزز منها. الله تبارك وتعالى وصف هذا المشهد للإنسان الذي يتصدق بأمر غير طيب، يتصدق بحاجة هو ما يحبش لو كان يمدوها له ليه. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أنتم إلا أن تغمضوا فيه. لو كان أنتم يتصدقوا عليكم به ما ياخذ الواحد غير وعينيه مغمضين، معناتها فوق قلبه شغل محتمة لازم يديرها. ففي هذه الآية الحث على الصدقة من الطيبات. الإنسان كي يتصدق هذه الصدقة راح يجدها عند الله تبارك وتعالى. هذه الصدقة هذه تشفع وتنفع وترفع وتدفع بإذن الله عز وجل. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هذه الصدقات سميت صدقة لأن فيها الصدق. الإنسان هذا دليل على إيمانه، واحد حاجة في يده ويمدها لواحد آخر هذا مهبول. يعني يقول لك علاش عنده ملايير عنده أموال تحب من بعد يمدهم للآخرين؟ لا، هذا دليل صدقه أنه مؤمن، على باله بلي كي خرجها راح تعاود تولي له عند الله تبارك وتعالى. ما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. الله تبارك وتعالى يربي الصدقات. ما معنى يربي الصدقات؟ ينمي الصدقات. وليكن في علمنا أن الخير لماليه، ماشي كل واحد ما عطيت له باش يدير الخير. هذاك الإنسان اللي يدير الخير ربي سبحانه خيره باش يدير الخير. لأنه احنا لما نشوفه كثير من الناس ربي يفتح عليهم لكن ما يخرج سنتيم، وتصيب واحد آخر قيس وقيس روحه والتحير كيفاش يوفقوا ربي سبحانه لقى هذيك الصدقات. مسألة توفيق. على بها احنا في كل صلاة نقولوا: اهدنا الصراط المستقيم، ورنا الطريق،
وسهلهن يا ربي. إذا لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، نتفكروا قصة هذاك الرجل من المدينة اللي تصدق بتمر ماشي مليح، فأنكر الله عز وجل عليه: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله.